من حمام الكلب، من تاكسي، من تدريب، لا الأوتيل التنظيف، لا وحدي أنا، لأنه ما بوثق بغيري، مش لأنه أنا شايف حالي، لا، بس لأنه في كتير من العالم بيقولوا لي ما الحكيم بيقول لك فيك تضربه على منخاره، أما فيك تكهربه، بينما ببيت جارتن لا ما فيك تعمل هيدا الشيء. بيت جارتن هو اوتيل للكلب، دومين بيت، يعني الكلب عم بفل من بيته وعم بيجي لعنا على البيت، سو انا عم بشتغل معه بالبيت عندي، والاوتيل اسمه بيت جارتن. ما عنا قفاص، ما بنستعمل اي اساليب من الاجريشن على الكلب، سو بنعودهم يكونوا بقلب البيت عقلين تيرجع يروح لعند أصحابهم كمان يكونوا عقلين. بيت جارتن هي فكرة جديدة بلبنان ويمكن بالشرق الأوسط، ما حدا عنده هذا الشيء، لأنه أنا دارس بيت بسايكولوجي هو طب النفسي والعقل تبع الكلاب، سو أنا بتمريني ما بستعمل هالأساليب الحادة مع الكلاب وبفهمهم يكونوا عقلين وشاطرين وما يعذبونا. هي الفكرة الأساسية انه انا اقدر اشتغل مع الكلاب من بيتي، لانه تنقدر نستاجر محل وناخذ الكلاب لهون نرجع نجيبهم رح تضيع الفكره اللي هي انه كيف نعقل الكلب. سو قررت اعمل بيتي اللي هو الفندق، اوكي، تيصير الكلب يفهم اكثر والعالم تصير توعى وتصير في عندها توعيه كيف تقدر تزبط الكلب تبعها حتى بالبيت. وقت جيت على لبنان انا من بعد 26 سنه غربه، شفت الكلاب قديش عم بيضايقون هون اصحاب على الطرقات، بس يبعتون مثلا على شي فندق للكلاب اما للبسينات تلاقيه حاطينه بقفص ومحصور. سو انا جبت هذه الفكره معي كرمال يصير في توعيه كمان، كرمال يقدر يجلس الكلب اكثر ويفهم انه هيدا دومين بيت. انا ما كان عندي كلب، ما كان عندي بسين، اوكي، فبس قررت انه عبالي يكون عندي كلب تعرفت على شربل. سو شربل بيجي مع باكج، بيجي مع مجموعه كلاب، سو ما اكيد ما جبت كلب، وعلاقتي مع الحيوان وسبيشلي مع الدوجز مع الكلاب تحسنت اكثر، يعني صرت احس معهم اكثر، احبهم اكثر، غنجهم اكثر، تغيرت، لانه اكيد ما كنت هيك. بس تكون حياتك فاضيه ما عندك كلاب ولا كلب ولا بيت بالبيت، وفجاه تتجوزي حدا هيز بيت سايكولوجيست وعنده أوتيل للكلاب، بتصير حياتك هو والكلاب. بشتغل كمان بمجال التلفزيون مع كذا تلفزيون، مع كذا شركة بين دبي، سعودية ولبنان، بس صار لي تقريباً 7 شهور بعيدة عن الأجواء، لأنه اضطريت ساعد شربل ببيت جارتن اللي هو الأوتيل، والبيت سايكولوجي اللي بيعمل هو ترينينج للكلاب بالبيت وللعالم تبعهم، وأنا بساعده بالأوتيل، وأكتر شي بعمله بساعده بالسوشيال ميديا، بروح أوقات معه بصور، أوقات بكون بالأوتيل أنا باخد الصور زبطهم مزبوط، وساعتها بينبعتوا على الشركة لينزلوا على السوشيال ميديا هيدا الشي اللي بتشوفوه على الإنستغرام بيج تبعنا. شغل البيت هو أحلى أريح، اوكي، مش رح تضطر تقوم الصبح الساعه 8 وتلبس ثيابك وتركض على شغلك وتعلق بعجقة سير. انت نحن للبيت انا مرتاح اكثر، ومثل ما تشوفوا الكلاب تبعي حتى مرتاحين، لانه كلنا عم نشتغل بمحل واحد، اوكي. نحن بلشنا بفندق واحد وهلا صار في عندي 3 فنادق، اوكي، كمان بالبيت، سو كل مره محل بكون. هلا نحن بالشتويه بنكون ببيروت، بالصيفيه بنطلع على الجبل، وايام البحر بننزل على جوني بنتسبح نحن وياهم بالفندق تبعنا يلي بجوني كمان. نحن نهارنا ببلش الصبح بكير تقريبا على الساعه 7، بقوم انا بحط لهم الحبال للكلاب، بلبسهم الهارنسز تبعهم، بنزل بتمشى انا وياهم على الطريق،
كرمال يعملوا التواليت تبعهم، كرمال يريحوا. عنا مشوي تقريبا الصبح بين النص ساعة وثلاث ارباع ساعة، كرمال الباك تبعنا المجموعة اللي معي اللي هي بين الخمسة والعشرة اوقات تتراوح، كرمال كلهم يكونوا مرتاحين. نرجع نيجي لهون بريحهم شوي تقريبا 10 دقايق ربع ساعة، برجع بحط لهم المي وبرجع بطعميهم مع بعضهم كلهم از باك از مجموعة واحدة، كرمال كمان اقدر سيطر على الكل. اذا في حال عنده كلب مثلا مشاكل مع الاكل او مع غير كلاب يكونوا قراب عليه انهم عم بياكلوا. انا باخذ اكثر شيء كلاب وبسينات عنا على البيت جارتن. في كلاب كبيرة، في كلاب شوي شرسة بدها أكتر شغل، ما منجيبها على بيت جارتن بيروت، بخدها على الريهاب سنتر اللي عنا إياه كمان نحنا بغسط البيت تبعنا الأوسع أكبر كمان، بشتغل عليهم هونيك. ما بقول لا حدا، لأنه المشكلة مش من الكلب، مشكلة أكتر من صاحب الكلب كيف بتعامل معه. بس لا يقدر أوصل أنا والكلب لتفاهم، برجع أتفاهم أنا وصاحب الكلب وبيمشي الحال. صراحة ما في مرة جيت تأخذ سنوي أو تحط سنوي إلا ما لقيته كتير هو مبسوط. هذا بالنسبة لي هذا أهم شيء. أنا مشان هيك كل ما بدي يكون عندي ويك أند أو ويك أند طويل، سنوي بكون هون وأنا بكون بالي مرتاح. أهم شيء كلبك مرايتك، سونكويرسي أون بيلسي، يعني كلبك مرايتك إكزاكتلي بالتصرفات، بالحكي، بالصريخ، بالعيد، شو بتعمل أنت كلبك بياخد منك. اوكي، مشان هيك بنشوف كثير من الكلاب اوقات بتعوي على اشخاص مثلا ما إلها لزوم تعوي عليه، لانه صاحبه بيكون عنده مشكله مع هذا الشخص. يعني الصرف بين تنظيفات وكهرباء ومي وعندك طاقه شمسيه وموتور وهيدول، في عنا كثير كثير اشياء نقدر بدنا ندفعها كرمال ضلنا ماشيين بهيدا الشيء. بس القليلة مش عم ندفع أجار محل، مش عم ندفع شغيلة. أنا أكيد أسعاري غير عن السوق، أسعاري كتير غير عن السوق، لأنه مثل ما بتشوفي ما رح حطه بقفص للكلب whatsoever. اوكي، لانه بس حطه بالقفص رح يعوي، رح ينام على التواليت تبعه اوقات، رح يتضايق اكثر، رح يوصل لعند اصحابه كئيب يمكن كمان، وبصير معه مثلا تصرفات صعبه للكلب. اذا كان بالبيت مرتاح، حاطينه ببيت 100 متر مربع او 200 متر مربع، اخذناه عند اوتيل على فندق وحطيناه بقفص 30 سنتي ب 40 سنتي 50 سنتي بمتر، اكيد الكلب حيتضايق ليش عم نعمل معه هيك. So definitely اسعارنا غير عن اسعار السوق. اوكي، لانه بنهتم فيهم كانه كلبي. تحديات كبيره، تحديات انه نخلي اول شيء البيت تبعنا نظيف، ثاني شيء خلي سمعتنا نظيفه ببلد منخربط. اوكي، ونقدر نكفي ونقرب لقدام، لانه مش على طول كل شيء عم بيساعدنا. ما عندناش ان جي اوز تساعدنا لنا، نحن بدنا نقيم بحالنا كل الوقت بهذا البلد. انا كثير كثير حابب مثلا نعمل مثل مجمع اما كوميونيتي للكلاب، اما مفهوم للعالم تفهم شو هو الحيوان. لانه في كذا مره رحت عند ناس عم بيشتغل معهم على كلبهم، وصار شوي يعني اصحاب الكلب مش فهمانين انه الحيوان عنده دماغ. فالمدام قالت لي لو الكلب عنده دماغ كان بيحكي. فانا هون استغربت انه كيف بقدر كمان اقدر كفي معه. كثير في كمان من العالم بيجيبوا كلاب مش عارفين هذا الكلب شو حجمه رح يصير بعدين، اما قديش كبير رح يصير، اما قديش رح يكون شرس، اما لا معهم. سو بتلاقي بيجيبوا على الصوره على هذا الموديل، وكمان هذا كثير صعب بقدر فهمه لصاحب الكلب انه هذا الكلب مش لإلك، ما رح تقدر تتصرف معك، لانه هذا الكلب نوعيته قويه وانت بدك شيء كلب يكون رايق، لانك عندك عيله عندك اولاد بالبيت.